تسعى حكومة الاحتلال ومنذ إعلان الحرب على غزة إلى شيطنة منظمة الأمم المتحدة الأونروا، وهي منظمة غوث وتشغيل لاجئين فلسطينيين، التي أقيمت بموجب القانون الدولي إبان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين التاريخية من أجل الغوث وتشغيل اللاجئين. منذ حرب 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة انبرى جميع أعضاء الكنيسة في الائتلاف الحاكم إلى عرض مشاريع القوانين التي تهدف إلى ثلاثة أشياء. الأول هو منع نشاط هذه المنظمة في المدينة المقدسة، والثاني هو قطع أي علاقة مع الاحتلال، والثالث هو تجريد العمال من الحصانة الدولية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الحكومي الموقع بين الحكومة الاحتلال ومنظمة الأنروا ومنذ الأمم المتحدة منذ عام 1967، أي التحلل من الاتفاقات الدولية. هذه ثلاثة أهداف التي يسعى إليها دولة الاحتلال. تم طرح المشروع الأول للقانون وتم المصادقة عليه بالقرارات الثلاثة، وهو إعلان منظمة الأنروا أنها منظمة داعمة للإرهاب، وهو الأمر الخطير من الناحية القانونية والدولية، إذ أن هذه المنظمة معروف أن دورها إنساني ودورها هو أن يرفع العبء عن الاحتلال بسبب الآهات والآلام التي تسبب بها هذا الاحتلال للشعب الواقع تحت الاحتلال. فقاموا بإنشاء هذه المنظمة كحل مبدئي مؤقت للقيام بعون وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة وإعادتهم إلى ديارهم بموجب القوانين وقرارات الشرعية الدولية. ولكن عندما قامت هذه الدولة على مر 70 عاما بهذه الوظيفة، الآن يتم الخلاص منها حتى يتم القضاء بشكل نهائي على مسألة اللاجئين وإخراج المدينة المقدسة عن دائرة المفاوضات أو أي حل سياسي مستقبلي. لذلك هم يسعون إلى تجريد هذه المنظمة من صلاحياتها، يسعون إلى طردها من مقرها وطردها من المدينة المقدسة. تحارب هذه المؤسسة سواء في المخيمات عندما يتم إصدار قرارات أمر هدم ضد مقار للأمم المتحدة كما حصل في منطقة مخيم شعفاط، قاموا بإصدار قرار أمر هدم إداري قبل نحو 3 سنوات ضد مقرين تشغلهما منظمة الأنروا. والآن يتم التقديم أو الإشاعة أنها قامت بالسيطرة على أرض في الشيخ جراح بشكل غير قانوني، وهذا غير صحيح. هناك اتفاق كما قلنا منذ 1967 يخول منظمة الأنروا من الاستفادة من هذه الأرض في الشيخ جراح من أجل إقامة مكاتب ومخازن للغوث وتقديم العون الطبي والمعيشي للفلسطينيين. قام هناك جمعيات منها إم تير 2 بالتحريض علنا وصراحة على هذه المنظمة من خلال التوجه لمسؤول دائرة الأراضي في إسرائيل بكتاب يطالبهم بدفع الأجرة عن السنوات التي جلسوا فيها واستخدموا هذه الأرض. وبالفعل تقدم بطلب يطلب منهم مئات الملايين الدولارات حول استخدام هذه الأرض دون دفع بدل الأجارة. والآن يتم المطالبة بهم بإخلاء هذه العقارات من أجل إقامة مشروع سكني. وبالفعل تم تقديم مشروع سكني من خلال منظمة إمتيرتسو وتمت المصادقة عليه، والآن هو صدد المصادقة عليه في البلدية لإقامة أكثر من 1440 وحدة سكنية للمستوطنين مكان المنظمة الدولية. هذا الأمر يعتبر تعدي صارخ على القوانين الدولية التي لا يعير الاحتلال لها أي اهتمام ولا أي صفة، وهذا يرجع إلى عدم وجود أي تنديد أو أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي المتواطئ علنا مع دولة الاحتلال.